وأنت؟ لا خلاص هكذا جيد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله أن جعلنا مسلمين. هذه أكبر نعمة، من أكبر النعم علينا أن الله سبحانه وتعالى اختارنا بأن نكون من أهل الإسلام، أننا مسلمين. هذه نعمة كبيرة. الحمد لله أنك لم ينفي لك الله سبحانه وتعالى يا ما يوى فانقران تجين جاتي سوزن كفيو كانتي الله سبحانه وتعالى لأنه يدوى روكو لنا نكبه بالمسلم نكبه سسنة السلام. نعم، المسلم لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. سلام كل ذي المسلم فجتون ميقا لا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن أسجد أو أركع أو أصلي لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك لا يمكن أن أتبع إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قدوتي، أتأسى أستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يظهر على المسلم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اللحية مثلا، مثل محافظة على الصلاة. نعم. المسلم لابد يصلي الصلوات المفروضة الخمس في المسجد مع الجماعة، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا أنت رجل لابد تصلي في المسجد، المرأة هي التي لا يجب عليها صلاة الجماعة، أما الرجل لابد يصلي في المسجد. الرجل لا يتشبه بالمرأة، بالنساء. الرجل لا يتشبه بالنساء. نعم. لا يكون كالمرأة. نعم. فكل مسلم لابد يظهر عليه أثر الإسلام. لابد أن المسلم عندما تراه تعرف أنه مسلم. نعم. نقرأ القرآن، نقرأ السنة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أقول الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء. نعم. أحافظ على ديني، على عقيدتي، على التوحيد،
على السنة. المسلم لا يكذب. المسلم دائما يتكلم بالصدق. المسلم لا يسرق. لا يشرب الخمر. لا يشرب الدخان. من يشرب دخان؟ مسلم لا يمكن يشرب دخان ولا يشرب الخمر. رائحة المسلم لابد أن تكون جميلة. الرائحة يضع ممكن طيب هذا المسلم، ولأن الشيطان يحب الرائحة الغير جميلة الغير جيدة. نعم. فالذي يشرب دخان تأتي إليه الشياطين وتفر الملائكة منه. فإذا تحب الشياطين اشرب دخان تأتيك الشياطين. نحن نقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أحب الشيطان ولا أعمل عمل الشيطان. نعم. صديقي لابد يكون مسلم صالح طيب صادق. لا أصادق إلا المسلم الطيب. الأصدقاء لابد أن يكونوا صالحين. نعم. لا أصاحب الشياطين. لا أصاحب من يشرب الخمر من يشرب الدخان. لا أصاحب من لا يصلي. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، واصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.